السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الحديد اليوم سجلها حديد عز 17670 جنيه للطن، وحديد البشاي 18000 جنيه و70 للطن، وحديد العتال 18000 جنيه و50 للطن، بينما سجل حديد المصريين 17570 للطن، حديد الجرحي سجل 17000 جنيه و800 طن. أما حديد الكومي سجل حديد الكومي 18000 جنيه، وحديد الجيوشي أيضا سجل 18000 جنيه، وحديد العشري سجل 18000 جنيه، وحديد المعادي 18000 جنيه، وحديد ستيل مصر ستيل سجل 18000 جنيه، حديد الدخيلة سجل 18170 جنيه، والمراكبي 17850 جنيه، حديد عطية 18070 جنيه. بفضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا.